صباح الخير عم الريس. صباح الفل يا عم حسان، ده انت اللي عمنا ورئيسنا كلنا يا عم حسان. الدكتور فاروق بيقولك عايز 2 مورفين 20. الأوضة كام يا عم حسان؟ أوضة 3 أوضة 5. ماشي يا عم حسان، تجيب لي الفوارخ. حاضر يا ريس. وتأيدهم عندك في الدفتر يا عم حسان. حاضر يا ريس. الله يكرمك والنبي. خد يا عم حسان، هو بتحب احطهم لك في سرنجات واخد انا الفوارغ؟ لا لا يا ريس، لا ما تعطلش نفسك. طب. شكرا. بس يا عم، من ساعة ما روح بيته ما نزلش تاني. جدع تسوقي، بس عايزك وراه زي دله، بس هو هيحس بيك. عيب يا جدع، اذا كان هو ظابط فاخوك ده صبري، راجل المستحيل. بس لحد كده شرب بقى، احسن اخر الليل يطلع لك جناحات وتقول لي بقيت صقر قريش. عرفني بقى يا عم اللي انت بقى عرفت اللي يخصك وعاوز تزوحني بقى. امال ايه حكايه الظابط ده ابو سمره؟ علم عليا علامه كبيره قوي، ومش هرتاح غير لما اعلم عليه. علم على ظابط؟ مش واسع دي شويه يا ابو سمره؟ عايزك بس تعمل اللي عليك، بيروح فين؟ بيجي منين؟ عيلته وصحابه؟ معاه مشاكل مع مين؟ كله هتسوقي وعليك بايه ده كله؟ أكيد هنلاقي حاجة نعوره بيها منها، نخلص القديم والجديد. اتفضل يا معلم. 10 سرنجات أهم بالصحة والعافية إن شاء الله، دول هيخلي المدمنين بتوعك يدخلوا كاس السوبر إن شاء الله. وأنت يا أستاذ زلط صعبت عليا والله، خد يا أخويا المزيد بتاعك أهو، مش عارف هنلاقيها منين ولا منين. الله، ده حلوة أوي يا تكتارة، حلوة أوي، ده بطعم إيه ده؟ يبقى بخ في بقك 3 مرات كل يوم وانت تعرف طعمه ايه يا استاذ زلطه. ماشي. رش يا اخويا رش، ده انت عايز شركه المبيدات الواحد يكلمها تيجي ترشك كل يوم عشان الريحه دي. بقول لك ايه يا ابو خليل؟ مش شايف البضاعه دي قليله؟ قليله ازاي بس يا معلم؟ دول 20 سرنجه، 10 ترامادول و10 مورفين، عايز ايه تاني كل اسبوع اكتر من كده يعني؟ عشان ما حدش ياخد باله يا معلم. ماشي ماشي يا ابو خليل. وانا افتح لك صفحه في دفتر التوريدات، اول ما تخلص اللي عليك هقبجك على طول. ولا تقبجني يا اخويا ولا اقبجك، احنا نخلص اللي علينا كل واحد يروح لحاله يا عم. عندك 20 حقنه اهم، كل 10 مكتوب عليهم فيها ايه؟ سلام عليكم. يا باشا اشرب الشاي يا ابو خليل. يا عم لا شاي ولا قهوه، مش عايز اشرب حاجه انا يا معلم، مش عايز اشرب حاجه، عنده ضيوف، عازم نسيبه على العشاء. ماشي. على السلامه يا ابو خليل. ولا زلط. امر يا معلم. خد الحاجه دي وديها المعمل. عينيا يا معلم. البتاع ده حلو قوي يا معلم، حلو قوي البتاع ده، تجربه. وريني يا زلطه، سيبها لي انا اشيلها لك وروح انت. يلا. حسب الله ونعم. يلا المعالي يا سميحه قبل ما الاكل يبرد. يلا يا جماعه بسم الله. يلا يا اشرف، عايزك تاكل كده وما تتكسفش، انت عريس ولازم تتغذى. ما كانش له لزوم يعني يا عم ابراهيم تكلف نفسك الاكل ده كله يعني. يا سيدي تكلفه ايه واحنا هيجينا اعز منك؟ احنا خلاص يا استاذ اشرف بقينا اهل. وبعدين يعني ده انا بديك نور عيني ونور البيت ده كله. ها يا بنات، انت عايزه كفته ولا كباب يا ملك؟ خدي يا حبيبتي الكفته اهي. خدي يا ماما، خدي يا ماما، بسم الله يا ماما. وانت يا رقية، كفته ولا كباب؟ ما اسميش رقية، اسمي رقية. ايوه صحيح، رقية، ده انا نسيت ان انا اللي مسميكي. بسم الله ما شاء الله. خدي يا رورو، يلا حبيبي، بالهنا والشفا يا ماما. يلا ده كله ها؟ مش كنت انا عملت لكم لو قلت لك كده؟ الحمد لله ربنا وكرمك وواسع. الحمد لله. ازاي؟ احكي لك بعدين. يلا يا جماعه بسم الله. بسم الله كل حبيبي كل رحيم. يا ساتر يا رب. ادخلي انت جوه سميحه، في شعرك ده؟ في ايه؟ ممكن حد يكون تعبان ولا حاجه؟ استقرضني يا ابراهيم، بيبيع لي ادويه سك على انها مخدرات. لا معلم استقرضك ولا حاجه، دي فيها فيتامينات عشان تقوي المدمنين. تقوي المدمنين؟ ده انت لقيتك مش معديه يا ابراهيم. تعالى معايا. طيب يا معلم هخش غير هدوم بس. لا حلو كده، محدش غريب. ولا تحب؟ لا يا معلم علي انا. يلا يا زلطه. العيال بس، عشان العيال. ايه فاكر نفسك ناصح؟ تحط لي شويه فيتامينات في السرنجات يا ابراهيم،
وتبيعهم لي على انهم مخدرات؟ انت كنت فاكر نفسك دكتور؟ انا البروفيسور يا معطف. اعمل ايه بس يا مال؟ ما انت عارف ظروفي غصب عني والله. ولا عايز ازعلك ولا عايز اتحبس. تشكليش همك، زي ما عملت دكر وجيت تستلف خليك راجل وسد اللي عليك، يا الحقن يا الفلوس. خلاص يا معلم، حقك عليا، هتصرف لك في سرنجات. لا انا مش هاخد منك سرنجات تاني يا ابراهيم، خلاص الثقه اللي بيني وبينك اتشرخت. يعني يا معلم الكلام ده؟ يعني انا عايز حقن سليمه بعلبتها ومن مصنعها ومكتوب عليها اللي جواها. ازاي بس يا معلم؟ دي عهد، عهده والله. ماليش فيه، ده شغلك بقى وانت تخلصه بمعرفتك. مش على اخر الزمن واحد نصاب زيك يخلي الناس تقول المعلم الطابق بيغش بضاعته. انا راجل سمعتي زي الالماس. ومات الكلام يا ابراهيم، يومين اتنين يا الحقن يا هتشوف مين اللي هيزعلك. يلا يا اخويا يلا، علشان انت كلك لوم. مفيش نفس يا سميحة. والعمل؟ العمل عمل ربنا بقى، شكلها اضطر بقى على دماغي من كل ناحية. لا يا اخويا ما تقولش كده. امال اقول ايه بس يا سميحة؟ دين ومديونين، سلف واستلفنا من طوب الارض، صيغتك وبعتيها، هنجيب فلوس منين تاني؟ نعمل زي ما عملنا قبل كده. ازاي بس يا سميحة؟ نعمل ايه؟ نشتري اجهزة كهربائية بالقسط تاني ونبيعها محروقة. مفيش حل تاني. محدش هيرضى يدينا أي حاجة بالقسط تاني طالما ما سددناش الدين القديم اللي علينا. ما تقفلهاش في وشنا بقى يا إبراهيم. حاول أنت يا أخويا بس. هنعمل إيه؟ هنستناك يعني لما تدخل السجن؟ ولا الضبع يسلط رجالته عليك يموتوك؟ يا ريته يعمل كده ويخلصني من الهم ده. هتشر عليك، تف من بقك، كل حاجة هتتحل وهتبقى زي الفل. بس أنت قول يا رب. يا رب، يا رب فك زنقتنا يا رب. بس انا اعمل ايه نفسي يا راجل؟ وهت هتتفك، خد بقى كل بقى. والله ما مصبرنا على الدنيا دي يا سميحه، حنيتك دي حطيت الجبنه فين يا سميحه؟